لأن هذا القبر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون روضة من رياض الجنة وإما أن يكون حفرة من حفر النار، أعاذنا الله وإياكم. يجب أن نعتبر من الموت وعبرته وعظته، وبخاصة أن تسارع الموت كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة. بالأمس القريب ودعنا الشيخ أبا أنس رحمه الله، واليوم نودع والدتنا الفاضلة والدة أخينا حبيبنا الشيخ أبي عبيدة الشيخ مشهور حسن، ولا ندري غدا أنودع أم نودع. هذه الحياة وهذه هي قيمتها وهذا هو وزنها، فلنعمل لهذه الساعة، فلنعمل للقبر ولنصلح ما أفسدنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، ولنتب إلى الله ولننب إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، وليكن هذا الموت لنا جميعا عبرة. وأي عبرة؟ ولا أطيل، المقصود التذكير والدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن بعض أصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.